شهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله هذا اليوم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. شهد ختام التمرين الأمني المشترك أمن الخليج العربي الأول والذي استضافته مملكة البحرين في الفترة من 27 من أكتوبر وحتى 16 من نوفمبر الجاري بمشاركة نخبة من القوات الأمنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة. ولدى وصول جلالة الملك المفدى إلى موقع الاحتفال كان في الاستقبال معالي الفريق ركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية وكبار المسؤولين والضباط بوزارة الداخلية. وقد التقى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله بكبار ضيوف البلاد من دول مجلس التعاون الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية ومعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة ومعالي الشيخ محمد خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الكويت ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بسلطنة عمان ومعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد رحب جلالة الملك المفدى بأصحاب السمو والمعالي الضيوف الكرام وشكرهم على حضور هذا الجمع الأمني الكبير، فيما نقلوا إلى جلالة الملك المفدى تحياتي وتقدير إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وتمنياتهم الطيبة لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين دوام التقدم والتطور والازدهار. كما كلفهم جلالته بنقل تحياته إلى أخوانه قادة دول المجلس حفظهم الله وتمنيات جلالته الصادقة لدولهم الشقيقة دوام الرفعة والتطور والرقي، مؤكدا جلالته على عمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة والروابط والصلات المتينة التي تجمع دول مجلس التعاون على كافة الأصعدة لا سيما على الصعيد صعيد التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الأمنية، مشيدا بكل الجهود المخلصة والموفقة التي يبذلها وزراء الداخلية في أداء رسالتهم الإنسانية النبيلة بكل كفاءة واقتدار في حفظ الأمن والاستقرار وإشاعة الطمأنينة والحفاظ على سلامة المواطنين وحقوقهم وما أكسبهم ثقة وتقدير واحترام مواطني دول مجلس التعاون والمقيمين على أرضها، معربا جلالته عن اعتزاز مملكة البحرين بتنظيم مثل هذه التمارين الأمنية المشتركة التي تتم في إطار سياسة تدريبية مبرمجة على مستوى دول مجلس التعاون، مؤكدا جلالته أهمية استمرار مثل هذه التمارين لتعزيز العلاقات وتقوية الروابط الأخوية والارتقاء بالكفاءة وتبادل الخبرات. حرس الشرف السلام لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى. سلام. قف. حرس الشرف كتفان. سلام. استاذن جلالتكم انصراف حرس الشرف سيدي.
معتدل سر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل في محكم التنزيل: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. صدق الله العظيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى القائد الأعلى حفظكم الله ورعاكم، أصحاب السمو، أصحاب المعالي، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني ببالغ الفخر والاعتزاز أن أرحب بمقدم جلالتكم الميمون وضيوفكم الكرام في هذا اليوم المبارك الذي نشهد فيه فعاليات التمرين النهائي المشترك للقوات الأمنية بدول مجلس التعاون أمن الخليج العربي واحد، والذي انطلق في 27 من شهر أكتوبر واستمر حتى هذا اليوم. بعد فترة من الإعداد والتخطيط والتحضير، واضعين في الاعتبار التحديات والتهديدات، وعلى رأسها تهديد الإرهاب في المنطقة. ونحمده سبحانه وتعالى على هذا اللقاء الأمني الأخوي الذي يأتي تلبية لطموحات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم، وبدعم ومؤازرة من الأشقاء أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، الحضور الكريم، لقد شكل هذا التمرين نقلة رائدة على طريق مسيرة التعاون الأمني بين دولنا، وعكس مدى التلاحم والتكاتف في أداء الواجبات الأمنية، مما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الأمني الميداني على أرض الواقع. وإنما كان بالأمس تخطيطاً نظرياً أصبح اليوم الحمد لله واقعاً عملياً ميدانياً، فقد تدربنا بصورة مشتركة غير مسبوقة. ولكن المهم في الأمر أننا أدركنا أهمية ما تدربنا عليه، وإن أقصر وأفضل الطرق لتحقيق التجانس والتنسيق هو العمل المشترك في الميدان. فقد بدأنا تدريبنا بتطبيق إجراءات مختلفة، وانتهينا بإنجاز الواجبات المطلوبة من خلال تطبيق إجراءات عمل موحدة، الأمر الذي عزز لدى الجميع الثقة بالعمل المشترك وروح الفريق الواحد، وأدرك كل واحد منا معنى وأهمية العمق الأمني. وإن هذا العمل المشترك الناجح نحن مطالبون بأن نبني عليه ونعمل على تطويره،
وهو في الوقت ذاته جوابنا الأمني الموحد لمن أراد أن يعبث بأمن بلداننا. وخلاصة القول إن تمرين الخليج العربي واحد قد وضح حدود الخارطة الأمنية لدول المجلس، مؤكداً بأن أمننا الداخلي كل لا يتجزأ، علماً بأن هذا الأمر لا ينتهي بنا في ميدان التدريب أو من خلال عملية أمنية مشتركة، بل من خلال عملنا الأمني المشترك اليومي من قبل مختلف الأجهزة الأمنية. وإن مسؤوليات هؤلاء الرجال في المحافظة على الأمن والنظام العام وحماية الأرواح والمصالح المشتركة إنما هي واجبات لم يحددها القانون بوقت، لأنها مسؤوليات دائمة يتطلب تنفيذها الحضور الأمني بصورة مستمرة مع التمسك بقيم الولاء والانضباط والنزاهة والالتزام. ونحن مدركون على كل حال بأن عملية تطبيق القانون لا يوجد في مفهومها التراجع أو الانسحاب، بل أنها عملية مستمرة هدفها العدالة وتحقيق الأمان المنشود على الدوام. سيدي، أستأذن مقام جلالتكم السامي بصفتي قائداً للتمرين المشترك أن أتوجه بالشكر الجزيل للإخوة رؤساء الوفود المشاركة ورئيس وأعضاء هيئة السيطرة وكذلك رئيس وأعضاء لجنة التقييم والكوادر الإدارية، كما أخص بالشكر قادة ومنسوبي القوة المشاركة في التمرين على التزامهم وتعاونهم وتحليهم بروح المسؤولية وعلى مشاركتهم الفعالة النابعة من إيمانهم بدورهم الكبير في الحفاظ على أمن دولنا واستقرارها. والشكر موصول إلى قوة دفاع البحرين والحرس الوطني على المساندة التدريبية والإدارية. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، حفظكم الله ورعاكم. نسأل الله أن يحفظ جلالتكم قائداً وبانياً لنهضة البحرين المباركة، وأن يؤيدكم بالنصر والتمكين، وأن يديم سبحانه وتعالى نعمة الأمن والاستقرار على أوطاننا. إنه نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك بدأت القوات الأمنية المشاركة تقديم الفرضيات الأمنية التي يتضمنها التمرين من خلال تطبيقات ميدانية عملية للمواجهة الأمنية والتعامل مع المواقف في كل فرضية من جانب القوة الأمنية الرئيسية وكذلك قوات الإسناد، عكس المستوى المتقدم من الكفاءة والاستعداد والجاهزية والقدرة المشتركة على أداء المهام الأمنية والتعامل مع كافة الظروف والمستجدات، مما من شأنه توحيد إجراءات العمل الأمني بكل انسجام. عليكم الخروج من الناحية الشرقية لوجود مجموعة مسلحة الغريبة من البرج. أكرر عليكم الخروج حالا من الناحية الشرقية. سكان الحي الغريبة من البرج. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر.
سيدي صاحب الجلالة، يتم تنفيذ عملية الاقتحام الآن وتطهير المباني المحددة من قبل القوات الخليجية المشتركة للتعامل مع الإرهابيين المتحصنين في هذه المباني من خلال التكتيكات الميدانية اللازمة بكل احترافية ودقة عالية ومهارة. يتم الآن من خلال القناصة استهداف الشرفات التي يتحصن فيها الإرهابيين، وعملية النزول للحبال بالحبال من أعلى المبنى. تواصل الآن الفرق الأمنية تطهير المباني في مدينة السلام، ويتجهون الآن إلى المباني الخلفية لإكمال عمليات تطهيرها، ويقوم الإرهابيون بإحداث تفجيرات كثيرة في منطقة العمليات، مما يتطلب طلب إسناد ودعم لفرق جديدة لإخلاء المباني الخلفية لمدينة السلام. تصل الآن طائرات الإسناد الجوي لإمداد فرق الأمن المشتركة الخليجية في هذا المشهد العظيم والذي تتلاحم فيه القلوب قبل الأجسام. تنزل فرق الاقتحام على المباني المتبقية، يتم ذلك برقابة أمنية من الطيران الأمني المشترك لدول مجلس التعاون. تواصل القوات الأمنية الخليجية المشتركة فرض الطوق الأمني على منطقة ومدينة السلام لإخلائها وتطهيرها بشكل كامل من الإرهابيين، وتستعد فرق الاقتحام لمواصلة اقتحام هذه المباني وتطهير ما تبقى منها. تتقدم فرق الاقتحام لاقتحام المباني وتطهيرها بشكل سريع. إنه مشهد من مشاهد التلاحم الخليجي الأمني بين دول مجلس التعاون. الآن تتوالى التقارير الأمنية من كافة المواقع لتطهير المباني والقبض على الإرهابيين والانسحاب من منطقة العمليات بشكل سلس.
سيدي حضرة صاحب الجلالة الحضور الأكارم، لقد تم تطهير منطقة السلام من أولئك المخربين. لقد عاد الأمن والأمل في وقت قصير وبأداء مشترك من كافة القوات الأمنية. بسم الله بدأوا ويبدأون، وبحمد من الله انتهوا اليوم وسيعودون. صاحب الجلالة، أصحاب المعالي، أيها الحفل الكريم، تجسد معنى الأخوة في ميدان. بعدها قدم طابور العرض استعراضا أمنيا مرورا بالمنصة وأداء التحية لجلالة الملك المفدى، ثم تشرف القائمون على التمرين الأمني المشترك أمن الخليج العربي الأول بالسلام على جلالة الملك المفدى، حيث شكرهم على جهودهم المخلصة في سبيل إنجاح هذا التمرين الأخوي، متمنيا جلالته لهم دوام التوفيق واستمرار النجاح، معربا جلالة العاهل المفدى عن إعجابه بما شاهده من مهارات عالية وتطبيقات عملية مميزة في هذا التمرين الذي يعد الأضخم من نوعه، وبالجهود الكبيرة والكفاءة العالية التي بذلها جميع المشاركين في هذا التمرين الأمني المشترك عبر مختلف مراحل، ما يعكس الجاهزية الأمنية والانسجام والتعاون التي ظهرت بها القوات المشاركة في إطار منظومة أمنية متكاملة لتكون دائما درعا منيعا وسندا قويا لدول مجلس التعاون على طريق الخير والسلام وحماية الأوطان. كما يؤكد عطاء وتكاتف أبناء دول المجلس البواسل المخلصين. عاد الهيجاء فنحن التراحم، ألا نحن وحد الحزن نؤدي إلى الردى، وللصحب والأحباب نحن النسائم. يبدأ الآن عرضاً عسكرياً أمام المقصورة الملكية، حيث يتكون طابور الاستعراض من وحدات رمزية تمثل قوات الأمن لدول مجلس التعاون الخليجي. ها هو طابور الاستعراض في هذا اليوم الماجد، وأمام المنصة الملكية الرئيسية قادة سرايا مجلس التعاون الخليجي، حيث تشكيلة المشاة والأسلحة بعتاد القوة وعتاد الفكر والمسؤولية، إنها عدة أمن وسلام قبل أن تكون عتاد قوة. ها هي قوات الأمن الخاصة حسب أفرع متنوعة تابعة لوزارات الداخلية، والموكل لها مهام أمنية مختلفة تحقق الهدف الأسمى، وهو حفظ أمن الوطن الداخلي سيما، ومساندة قطاعات الأمن الأخرى، ومكافحة الإرهاب، وأمن الطائرات، وأمن السفارات، وإزالة واكتشاف المتفجرات، بالإضافة للحماية المجتمعية وحماية وحراسة الحدود. إنها كما تقولون، وإنها كما يقولها قادتنا وتثق بها شعوبنا، إنها عقيدتنا التكاملية والتي تكللت وستكلل اليوم بنجاح. يتقدمون وهم يهتفون، الخليج العربي كل لا يتجزأ، وأنهم سيدحرون الإرهاب وقوى الظلام، مؤكدين يا صاحب الجلالة أن أمنهم واحد ومصيرهم واحد، وهم على قلب رجل واحد. في هذا التمرين الأمني الخليجي الأول في مملكة البحرين، يبرهن أبناؤكم رجال أمن الخليج البواسل للعالم أجمع
ومهاراتهم الميدانية المتنوعة، ومن أرض هذا الميدان العظيم أن أمن الخليج العربي والسلام طريقا. فرجال أمن الخليج لهم بالمرصاد كلمة في هذا اليوم المجيد، كلمة يسطرها أبناؤكم يا جلالة الملك، يسطرها أبناؤكم بمداد الجهد والعرق والاستعداد والجاهزية العالية والمهارات المتميزة، لمن تسول له نفسه المساس بأمن دول خليجنا العربي. أيها الحفل الكريم، لقد جاء هذا التمرين، سيدي صاحب الجلالة، أصحاب المعالي، سيارة استطلاع وغرفة عمليات مصقرة، بإضافة إلى رجلين آليين تحتوي على جهازين لمكافحة المتفجرات، يمكن من خلالها متابعة الكاميرات الأمنية والتصوير من الطائرات العمودية ومشاهدة انتشار الدوريات على الخرائط الجغرافية. ثم يليها عربات مصفحة تصفيح عالي لنقل رجال الأمن لأداء مهماتهم بسرعة عالية. عربات MT المصفحة والتي تستخدم لنقل رجال الأمن لكافة مهامهم ومواقعهم المختلفة، يستعرضون أمام أنظار جلالتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بكل فخر واعتزاز أرحب بهذا الاستماع المبارك الأخوي والاحترافي، وفي الواقع لنا أمل أن نلتقي معكم في الغريب بإذن الله في إحدى دولنا من مجلس التعاون. فشكراً وتحياتنا إلى جميع الأخوة الذين يعملون معكم في حفظ الأمن وردع أعداء الأمة، فشكراً. كما أعرب جلالة الملك المفدى يده الله عن خالص شكره وتقديره لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الشقيق على هذا الإنجاز الأمني المتميز، وعلى ثقتهم بمملكة البحرين وقرارهم باستضافتها أول تمرين أمني مشترك تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله. وأعرب جلالته عن شكره وتقديره للجهود المخلصة التي بذلها معالي وزير الداخلية، قائد التمرين وجميع العاملين في الوزارة، وما قدموه من جهد مثمر واحترافية ودقة في التحضير والتخطيط والتنفيذ لهذا التمرين الحيوي، بما ساهم في إنجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة منه، سائلا أن الله عز وجل أن يوفق الجميع لتعزيز هذه المسيرة المباركة وتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات بما فيه خير الجميع. هذا وقد أعرب أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون عن خالص شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك المفدى وحرصه على حضور ختام فعاليات التمرين الأمني المشترك، وهو ما يؤكد تقدير جلالته للعمل الأمني الخليجي المشترك ودوره في حفظ الأمن والسلام وتعزيز المسيرة المباركة لدول مجلس التعاون، مقدرين الجهود التنظيمية والدعم والإسناد المتقدم الذي وفرته وزارة الداخلية بمملكة البحرين بتوجيهات من معالي وزير الداخلية قائد التمرين من أجل إجراء التمرين بالشكل اللائق الذي ظهر به.